السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلامة البنات، شنو احوالكم؟ توحشتكم والله يا البنات، متصدقوش قسما بالله. المهم توحشتكم على الاخر، معناها ما عندكم على شنو تحلفوني. ايه ما توحشتكم على الاخر على الاخر. شنو احوالكم؟ مش عاملين؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا في خير ونعمة. رجعت لكم اليوم فيديو جديد وروتين جديد، ان شاء الله يا ربي يعجبكم. قبل كل شيء، صليتوش اليوم على سيدنا النبي؟ اللي ما صلاش اليوم على سيدنا النبي يتفضل يصلي معايا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله واصحابه اجمعين. شنو احوالكم بالحق يا البنات؟ والله خليتوا عليا بلاصه المده هذه، ايما الله غالب. ظروف حكمت باش ما نهبطش فيديوهات. الحقيقه راهو نصور وبطلت البريود الاخيره، ما عادش نصور جمله، هبطت عليا كميه نتاع طاقه سلبيه. ما حبيتش نبارطاجيها معاكم وما حبيتش نعدي لكم طاقه سلبيه معايا. ايما الحمد لله تو نحس في روحي تفرهدت شويه. ان شاء الله الايامات الجايين ما تروا مني كان الطاقه الايجابيه والروتينات المحافظه والمشجعه وفيديوهات تحفونين على الاخر على الاخر. ديجا كملت الفيديو هذايا، نصور لكم في مقدمه نتاع الفيديو هذايا، ومحضره معنا فيديوهات اخرين باش نصورهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اذا ما خانتنيش الصحه. اليوم العشيه نصورهم ونهبطهم لكم شوي شوي، خاطر وعدتكم ديجا باش نعمل لكم روساتيت قصيرونين وروساتيت تحفونين واقتصاديين على الاخر. ان شاء الله باش نبدا فيهم اليوم نريقلهم لكم. اما الله غير براني كما قلت لكم البريود اللي فاتت تعديت ببريود خايبه على الاخر. الحمد لله توا نقولوا ان شاء الله هذاك حد البيس، وتوا باش نرجع مع بعضنا للفيديوهات ونخدموا على القناه وكل شيء. فالبنات زاد راهو اخر مره صورت الفيديو هبطته ونافل الطنبك نتاع البريود الخايبه هذيك، وقلت مثالش خليني نخدم بالك كي نخدم يتبدل المود نتاعي شويه. اما الله غالب ما تبدلش، وزيد الفيديو الحقيقه ما جابليش مشاهدات، فزاد عطين بلا وليت بخلت الحقيقه. سامحوني على الصوت البنات، الله غالب البلكونه ما نجمش نسكر الباب. الدنيا سخونه شوي اليوم، رجعت سخانه شوي. المفيد يا البنات، حبيت الناشد كيما نقولوا القنوات اللي عندهم منتدى مره اخرى، نحب نطلب من صاحبتي هبليتو صاحبتي اللي عندي بهم علاقه وبهين نحن وياهم مع بعضنا بالكدا بالكدا، اذا فما امكانيه تنجموا ترفعوا لي الفيديو على المنتدى. القناه البريود هذه ماهيش قاعده تخدم، حابه القناه ترجع تتنشط هكا من الاول وجديد. وميرسي للبنات الكل. ان توكا معناها راه ماهوش اوبليجي، اللي شافت الفيديو تعمل بارتاج، سينو ما تحبش تبارتاجي صح وفرحه عادي نورمال. نبقوا خيين عادي كي مسك اليوم، ماهوش بالضروره علاقتنا تكون علاقه مصالح اكهو. المفيد يا البنات، فيديو اليوم الحقيقه ما كنتش باش نصور، كيما قلت لكم راه المود كان خايب على الاخر. ما نعرفش، في لحظه كلمتني صاحبتي وحكيت انا وياها شويه اللي هي مريم شانيل، كان تعرفوها واكيد بالطبيعه تعرفوها. ان شاء الله هتو نخليكم زاد البنات اللي عندي ماهوش مشتركين عند مريم شانيل، هتو نخليكم رابط القناه في اول تعليق مثبت. ان شاء الله يا ربي تدخلوا لها اللي ما كونش داخلين، وان شاء الله ما تندموش راه تولوا تتفرجوا فيها وتنسوا باش تتفرجوا فيا. المفيد هاويني كيما قلت لكم كلمتني الحقيقه بدلت لي المود نتاعي على الاخر. وليت قلت هاي تو سي مادام كملت الروتين نسالش اتو نصور لكم اخر حاجه في الروتين اللي هي تقريبا تنظيم الدار من الاخر، وباش نبارطاجي معاكم شنو باش نعمل في الكوجينه. كهو اليوم ان شاء الله نبارطاجي معاكم فيديو، ما نعرفش قداش باش تكون المده نتاعو، ان شاء الله يكون طويل شويه معناها على القليله 15 دقيقه سي هو اقل ماهوش مشكل. هاني طليت عليكم وان شاء الله في الايامات الجايين يتحسن المود اكثر واكثر ويتحسن ريتم الخدمه. المفيد يا البنات اللي وصلت لهنا من البارتي هذه من الفيديو تعمل لي لايك، واذا بالطبيعه مازلت مش مشتركه في القناه يشرفني الاشتراك متاعك، ومرحبا بوجودك على عيني وراسي من فوق ويشرفني وجودك. نسمو بسم الله وندخلوا على الفيديو متاعنا، وان شاء الله الفيديو اليوم يعجبكم. وعدنا والعود احمد نقولوا. لهنا يا البنات قمت اليوم اول مره نقوم الصباح بكري، قمت 5:30 نتاع الصباح من امس، نظفت
نظفت طريف جلجلين وكسرت شوية لوز وشوية فستق وحطيتهم الكل هنا للصباح. قمت الصباح رحيتهم كما تشوفوا وقلت باش نعمل مغرفة الطاقة. هذه صغيرات يقولها ماما عطينا يقولوا لي ماما عطينا مغرفة الطاقة يحبوها على الاخر. نعمل لهم طريف هكا جلجلين وطريف فستق طريف الفاكهه اللي عندك اي اللي حسيلو. انا الحقيقه عندي كان هذوما خلطتهم مع بعضهم وباش نضيف عليهم العسل وهوينو الصباح بعد الفطور ديما صغيراتي ياكلوا منهم الاخر وهوينو زاد ساعه ساعه العشيه وقت اللي يحبوا حاجه حلوه قولي ماما اعطينا حاجه نجيب باش نعمل لهم كيك ولا حاجه برشا ونولي نعطيهم حاجه هكا صحيه خير من نتاع الحانوت. كيما تشوفوا يا البنات لهنا عملت لهم في حكيكه هذوما رم اللي متوفرين عندي ان شاء الله دوبا نشري الحقاره وعندي اللوز وعندي جلجلان اما الفاكهه ما بقاش عندي هذاك علاش عملت كان طريف هذوما دوب الكونتيتي اللي عندي كها. ومشيت لهنا قبل ما نلم هاك الدنيا الكل مازالت الدنيا حايصه صغيرات قاموا ومشوا يغسلوا في سنيهم ووجوهم قلت خليني نصور لكم هذوما جبهم لي زوجي كيما امس معناها ومازالوا مرميين في الصاشيات نتاعهم. شري لي الجوكينغ هذه التيني صغرونه هذه الجنينه بنتي اسراء والحقيقه عجبتني على الاخر على الاخر موديل تركي يهب لي البنات القماش نتاعهم تحفون تحفون على الاخر. واخذي لي الجوكينغ هذيك زاد الولدي الحقيقه جاتو صغيره شوي ما نعرفش يمكن يبدلها راجلي الله غالب ما يعرفش الطيات ديما فما مشكل حاجه باش يبدلها. وجاب لي توني هذه سيرفيت مال البنتي بنتي اليوم عندها سبور وليت بطبيعه باش نخرجها لخاطر اليوم ما عندها ساعه سبور تقرا. التونيات ياسر محليهم والقماش تحفون على الاخر اكل اللي ما يفلفلش تحفون تحفون على الاخر. نتاع بنتي بلاستيك ما نعرفش شنو اسمه اما سوك البلاستيك اللي لقى معناها من بلاستيك ما نعرفش اسم القماش شنو اما نتاع ولدي وبنتي هذوكم اني تو نلقى اسم القماش ونقول لكم عليه مولتونينو غراتي ماهوش مبطن من داخل وما يفلفلش. واخذالها السبيدري هذايا مع التوني الحقيقه خليته لها القرايه واللي تعطيتها سبيدري واحد اخر للسبور خاطر هذا الحقيقه ما يتهينش كاو. مشيت فطرتك صغيرات وجيت لهنا باش ننظف لوطون اللي هما يفطروا انا جيت باش نلم البيوت. الحقيقه ما كنتش باش نصور روتين كنت صورت جيست صباح شو اسمي هذيك الطرف الفاكهه بالعسل وكها وقلت خليهم تو نهار نهبطهم نهار وين نصور هذيك حاجه بسيطه ولفلف. اي من بعد كي كملت قلت هيا تو نسيرش نبارطاجي معاكم ايش عملت اليوم. نظفت البيته هذه بالباهي عملت لها نظفه ومسحه وسويت شو اسمي الكوفيرتا لهنا نوري فيكم دوكم عندي الطابليات نتاع ولدي اللي جياب نتاعهم سايبين باش نرجعهم لرجلهم وهذاك سروال بنتي جايه واسع شويه باش نغسلها فيه وعندي هكا زوز قماشات هذوكم حابه نفصلهم البريود هذيا وهاني باخله عليهم كل نهار نقول غدوه من بعد ومانيش واصله كها. وكملت لميتك لبيت هذيك وفرشت الكوفيرتات كيما قلت لكم يا البنات الكوفيرتات توا صغيراتي بدينا الكل نتغطوا بالكوفيرتات الخفيف هذوما خاطر الدنيا برد تعلق وما عادش ملاحف ولا دفاياتي يدفونا الحقيقه في الليل كها. ولميت بيت بنتي وحضرت لها لهنا تبديلتها كيما قلت لكم اليوم عندهم سبور وكها. ومشيت بعد لميت لبيته والحقيقه لبيته هذه راهي لمتها بنتي معناها حقا الحق قالت لي ماما خليني باش نعاونك اليوم هاني باش نلم بيتي. لمت بيتها وخرجت الزربيه نشرتها وكل شيء من بعد باش عملت مسحه ورجعت هي كل شيء البلايص حتى سويه نتاع الكوفيرتا سوتها هي اليوم. انا حدي الحقيقه حطيت لها السيرفيت موس بدري برا باش وقت اللي تجي تلقى حوايجها حاضرين كها. ومشيت زاده كيف كيف انفضت البيت هذية ولميتها ونظفتها راني تو قاعده نصور لكم في الفيديو من بعد ما كملت الدار الكل معناها مش اللي نصور اللي نريقلها نصورها في باليش باش نصور ايه ما نقول لكم يسالش خليني تتفكروا معايا الدار شويه هكا وتشوف شنو عملت شنو ما عملتش. بدلت الفروشات نتاع بيت النوم وبيوت الصغار بطبيعه والبيت هذه كعملت لها يلا ديكور جديد وحاجه هكا حبيت نجدد شوي كي ندخلها نحس النفس نتاعي يتبدل والمود نتاعي يتبدل. وبدلت الملحفه نتاع فرش بنتي كيف كيف وسكرت الشبابك وسكرت الريدوات
لهنا وين نتلفت وين نمشي البلاصة نلقى فما دودة تمشي تحتي. اي قلت خمسة وريها لكم عاد الدودة شوفوا كيفاش تضحك عجبها الوضع، وين نمشي نلقاها تمشي تحتي بناتي حد على بناتي وين نمشي نلقاها تحتي هكا. تحب كان الفساد هاويني ما حبيتش تقعد لي، حبيت نصورها ماشيه باش تجبد داك المودام والفيكس وكل الحويجات هذوك من الكل حبت تفسد. سكرت البيت وخرجت لبنتي وجيت نوري لها في التمرين، جيت زاده جات عرضتني كانت تتفرج ما ظهر لهاش كيما تشوفوا تعمل في دوره تتحرك، ولا تكون نهار تمشي البيت وكل نهار تتفقد داك البيت تدور عليه من الاطراف للاطراف تستكشف في دارها كيفاش كهو كيف كيف. زاده البيت هذيا كيما تشوفوا راني فرشت الزرابي، الدنيا بردت بالقدا، وبنتي زاد عندي بنتي صغيره تمرد. هو الحقيقه خاطر كنت نجم نبطي شويه، اما توا بنتي تمرد ما نجمش نخلي بنتي تمرد على البرود هكاك، خفت تمرض لي ولا حاجه، بنتي صغيره ما نحملش فيها. كاهو كيما تشوفوا كملت نظفتها كل استويت الدنيا الكل وريقلتها، وباش نمشي نحضر لبنتي حويجها تفطرها بحكم تدخل نص النهار، وانا مازلت ما مركبتش الغداء باش نعمل لها حاجه تحبها على الاخر، ونمشي نوصلها ونجي نكمل ننشر الصابون نتاعي. لهنا كيف كيف كملت نظفت هاك الطاوله نتاع وين كانوا يفطروا، لميت ومسحت وكل شيء، وتوا باش نحط البونبونير هذيا باش نحط فيها بقيه الشوكولاته. بصا شي وفالي ما بقى فيه شيء تو، الموجودين هاني حطيتهم هاوين ونعطي نعمل بهم في هكا تحفيز للصغيرات اللي يعمل حاجه ياخذ كعبه شوكولاته. الحقيقه معاونتني بالقدا الحكايه هذه، صغيراتي ولا اللي يخدم تمرين هكا في ساعه ساعه ولا اللي يكتب حاجه زادة كيف كيف ياخذ كعبه شوكولاته يحفزهم، وهكاك صغيراتي واللي عندهم كل نشاط زايد معناها يحبوا يخدموا يحبوا يعملوا حاجه كان فما كادو في الاخر. ان شاء الله البريود الجايه تو نعمل معاكم هكا ما نعرفش شنو يسموها بالضبط، اما كل شو اسمها لوحه وتبدا فيها بوشيت بوشيت صغار، وكل نهار اللي يعمل حاجه تختار له بوش معناها تختار له مفاجاه من البوشيت هذوكم، يختار هو بوش تهز له المفاجاه اللي موجوده فيها يعملها، وهكاك نحفزوا زياده الصغيرات بالكدا بالكدا. ان شاء الله عندي افكار سمحين تو البريود الجاي نبارطاجيهم معاكم وان شاء الله ينفعوكم يا البنات. كهو البارتي هذه راهي بعد ما مشيت وصلت بنتي وجيت انشرت جيت نشرت الحوايج، اما هاني حبيت نحط لكم الروتين الكل مع بعضه ومن بعد نحط لكم شنو عملت في الفطور. كهو لميت خرجت الحوايج من الغساله وطف خرجت للبلكونه، البلكونه زاد نظفتها على الصباح، وجيت لهنا جبت المنشر ومسحته وعملت له مسحه بقطعه قماش مبلوله وباش ننشر فيه الحوايج. الحوايج الحقيقه ما عنديش برشا، راهو طليه خفيفه نتاع تبديل الذر البارح، غسلتها وحطيتها قلت باش ما يكترش عليا ما يتكدسش عليا، طالما انا فايقه بكري فايقه خليني ندور الغسيل. خاطر اول حاجه ملي حليت عيني يزي ما منقص الحس، اول حاجه من حليت عيني دوب حليت عيني ديريكت مشيت خدمت الغساله ومن بعد تعديت نقضي في شغل. كهو لهنا كي جا وقت بنتي مشيت عملت لها مكرونه جرابت تحبها على الاخر، وتحبها بالكريم فريش والقطانيه هذه، القطانيه هذه خطرها حلوه يحبوها على الاخر. فعملت لهم حليت حكه تونه عصرتها بالباهي من الزيت نتاعها، وعملت لهم حكتين كريم فريش وطرف قطانيه وخلطت لهم وعطيتهم يتغدوا الصغيرات. لهنا 11 وربع تقريبا بنتي تدخل نص النهار، دوبا تغدت ولبست حوايجها ومشت لها شعرها ومشينا، مشيت وصلتهم وجيت لهنا قلت لي ماما اللي بقى خبيهولي باش نتغداهم بعد، انتي تتغدى راه قبل ما تمشي وكيف تجي. خاطر بنيتي تقرا ياسر والله، وحتى اللمجك اللي ما تحسها ما تعمل حتى شيء يقرا من نص النهار للخمسة، تخيلوا معناها من نص النهار للمساعة تقرا اسبوع، ومن المساعة للخمسة تقرا عند انيستها بقية المواد الاخرى. ولهنا بعد ما وصلتهم وصلتها هي في توجيه كيف باش نعمل غدا العيلة باش نعمل مسلي، والمسلي كما تعرفوا يتاكل كان سخون. عملت قصيت الخضره اللي باش نعملها الكل رونديلات، وحطيت سنينات ثوم كما تشوفوا راس ثوم مقشر كيما هو، وش اسمه هذاك يا ربي الحوت فوحته في حوت وشويه كليل وملح وزيت حاجاكم، والبطاطا سمطتها في شويه كليل وشويه شو اسمه ملح وكركم وشويه كليل اكها، وزدتها شويه فلفل زينه باش تعطيني هكا اللون السمر ويكون فطير يحضر هكا.
وغديت عويلتي وكملت دويرتي على بكري واموري ستة زيتي ما يقولوا. كهو يا البنات لهنا نكون وصلت بكم لنهاية الفيديو، ان شاء الله فيديو اليوم يكون عجبكم، وكهو حبيباتي دمتم في امان الله وبسلامة، باي باي.